السلام عليكم ومعكم سيراي. اخيرا اليوم الاخير من تحديات يوم الحب، اربع تحديات جديده. اول ثلاثه عليهم 500 اكس بي على الواحد، والاخير يعطيك شاشه انتظار السيزون السابع، معنا 16 تحدي بالمجموع، ولو خلصت 16 منهم فراح تاخذ باتل باس السيزون الثامن مجانا. ولو شفت اني فتك بشرح تحديات اليوم الحب فلن تحط كود المجال سيو لان اكبر دعم ممكن تسويه. ويلا نروح للتحديات. التحديات كلها سهلة حرفيا، كلها. والتحدي الأول اللي معنا، قم بلعب ثلاث أقيام في مود درفتن ولكن مع صديق. مود درفتن بتلاقوه موجود، ادخل مع أي واحد انت ضايفه والعب مود درفتن ثلاث مرات وبتخلصوا التحدي. واللي ما عنده حد يلعب معه اكتبوا حساباتكم في التعليقات وضيفوا بعض وخلصوا التحدي. لأن نفس ما قلت لكم، ادخلوا لمود درفتن لعبوا ثلاث أقيام مع أي واحد انت ضايفينه، ولو مستعجلين انزلوا وانتحروا وكرروا ثلاث مرات. التحدي الثاني من تحديات يوم الحب، قم بشكر سائق الباص سبع مرات في ماتشات مختلفة. تحدي سهل بس بتحتاج انك تلعب سبع أيام عشان تخلصها. والفكرة انك يوم تكون راكب الباص في اي مود ما عدا البلاي جراوند والكرياتيف، قبل ما تنزل لازم تشكر السواق. وعشان تسوي هالشي اضغط على الزر اللي طلع لك رقصاتك، لو على الكونسل اظن ان السهم اللي تحت اذا انت ما غيرته، وعلى الكمبيوتر يعتمد على اعداداتك اضغط على زر الرقصات، وعلى الجوال في زر خاص بالرقصات ويطلع رقصات هو اللي يشكر سواق الباص. اشكر السواق وانزل وانتحر، كرر هالشي سبع مرات وتكون خلصت التحدي. وصلنا للتحدي الثالث، والتحدي يقول التحدي هذا مرة سهل، قم بفتح سبع صناديق عادية او صناديق رصاص في خريطة السباق او خريطة نادي الرقص. مدينة السباق ومدينة الرقص لازم تروح لهم وتفتح سبع صناديق عادية او صناديق رصاص في جيم واحد او في اكثر من جيم على راحتك. وهذا المكان هنا هو مكان سباق السيارات، راح تلاقيه قريب من ريتل وبارادايس، مكان سهل وواسع. او ممكن تروح للمكان الثاني وهو نادي الرقص والموجود في الخريطة الثلجية، بس على ما اعتقد انه ما بينحسب لك الا صناديق الموجوده اللي جوا الديسكو او جوا بيت الديسكو بالتحديد. التحدي الرابع والاخير، لازم تدخل لاي جيم وتظل عايش وبنفس الوقت يموت 75 واحد او اكثر. يعني باختصار نعم الزبنه، ادخل لاي جيم وانصحك بالسولو لان الناس يموتون بسرعه، وروح لنص الخريطه وزبن، ظل متخبي لين ما يموت 75 واحد في نفس الجيم. يعني تقريبا يظل 25 واحد او اقل عايشين عشان تخلص التحدي. طبعا مو شرط انك تتخبى، تسوي اللي تريد على راحتك، بس المهم انك تدخل الجيم ويموت 75 واحد وانت عايش طبعا، وتكون خلصت التحدي. ومبروك عليك تحديات يوم الحب. لا تنسى زر اللايك وعلى كيفك، ما بقول لك اشترك بس اشترك يعني بتنور القناه. لا تنسوا كود المجال سيو، وخليكم متابعين مقطع الكرياتيف بينزل بعد شوي، ومع السلامه.